بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، الرئيس السيسي يؤكد عزم الدولة الاستمرار في برامج تنمية سيناء. غارة إسرائيلية قرب حمص في ثالث عدوان على سوريا هذا الأسبوع. أوكرانيا تعتبر رئاسة روسيا لمجلس الأمن صفعة في وجه المجتمع الدولي. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من قيادات القوات المسلحة، وذلك خلال لقائه بمقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين في سيناء. وخلال اللقاء وجه سيادته التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن، مجددا عزم الدولة على مواصلة برامج التنمية في سيناء. السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين، تفضلوا استراحة، تفضلوا. إن أبطال القوات المسلحة تهون أرواحهم ودماؤهم عليهم فداء لكل حبة رمل من ثرى مصر المقدس، فكان تكريمهم حافزا ودافعا قويا لهم لاستكمال المسيرة. سيادة الرئيس، نستأذن سيادتكم في بدء التكريم. مقدم أركان حرب محمود يعقوب محمد عبد الشهيد، قائد الكتيبة 351 مشاة لواء 116 مشاة ميكانيكي. الاشتراك في القضاء على البؤر الإرهابية بجبل يرق وجبل الراحة. نقيب معتز وجدي مصطفى محمد، الكتيبة 118 استطلاع عام، الفرقة 18 ميكانيكي، الجيش الثاني الميداني. رقيب محمود محمد كليب مهدي، مدرسة المظلات، قيادة قوات المظلات. شارك ضمن عناصر قوات المظلات في تصفية عناصر تكفيرية شديدة الخطورة. رقيب حسن محمد محمد حسن، مجموعة العمل الخاص، قيادة قوات الصاعقة. الاشتراك في مداهمة اللجمة باتجاه جبل المغارة وتميزه في أدائه كفرد رشاش متعدد. جندي مصطفى صلاح إمام علي، الكتيبة 537 ميكانيكي، اللواء 136 ميكانيكي، الفرقة 18، القيام بتصفية عنصر تكفيري بمنطقة جلبانة. جندي اسعد عادل حسن عبد الله، الكتيبه 351 مشاه، اللواء 116 مشاه ميكانيكي. الاشتراك في القضاء على البؤر الارهابيه بجبل يلق وجبل الراحه. كما يقدم مجموعه من شيوخ قبائل سيناء هديه تذكاريه الى السيد رئيس الجمهوريه بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان. Thank you.
مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. خلينا نرحب بكم ورحب أيضا بالشيوخ وأهلنا من قبائل سينا اللي موجودين معنا النهاردة، ومن خلالهم ومن خلالكم بقول لكل المصريين كل سنة وانتم طيبين. وكمان ببعت رسالة مهمة قوي، إن الوقت الصعب والظروف القاسية والتضحيات الكبيرة اللي مصر قدمتها الحمد لله رب العالمين كانت في مكانها وحققت أهدافها، بس احنا مش عايزين ننسى أبدا في يوم زي ده واحنا موجودين كده موجودين مع بعض هنا وسط التضحيات اللي بنقول عليها وسط النجاح اللي اتحقق. احنا اسمحوا لي ان انا اطلب منكم جميعا يعني ان احنا نقف دقيقه اكراما وعرفانا واعتزازا بارواح شهدائنا اللي سقطوا هنا من اجل امن وامان مصر وسيناء. طبعا فضلوا استريحوا. كان مهم قوي ان احنا نقول ان احنا مش هننسى ابدا الثمن الكبير اللي دفع من ارواح ومن دماء شهدائنا وايضا من المصابين اللي سقطوا. ويمكن دي بدايه الكلام اللي انا بقوله قبل ما نتكلم في اي حاجه تانية، لان ده ثمن الامن والامان والاستقرار زي ما قلت كده لكل مصر، وايضا لامن وامان سينا اللي رجعت مرة تانية كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الأشرار اللي كانوا موجودين هنا اللي هم تقريبا قعدنا نقاتلهم 10 سنين. مهم أوي برضو نقول لكم ان احنا كنا بنعمل ده، يمكن يعني النجاح الأخير خلال السنة او ممكن نقول سنة كانت لان تضافرت الجهود وايضا اجتمعت القلوب كل القلوب. لما ده حصل كانت النتيجة والنجاح كبير قوي قوي، واللي احنا النهاردة يعني ده مش الاحتفال بس عشان تبقى الامور واضحة، لكن هو طبعا كان بمناسبة يعني الشهر الكريم اللي موجود اللي احنا موجودين فيه. فكان مهم قوي ان انا اجي لكم واسلم عليكم واوصل لكم تحية وسلام للمصريين، وايضا افطر معاكم عشان ده شرف ليا ويسعدني يعني ان انا اكون موجود معاكم النهاردة. لكن عايز اقول ان احنا الاحتفال اللي هيتعمل انا اتكلمت عليه قبل كده لكن تفاصيله لسه ما، لكن لازم هيكون في شكل اخر للدوله المصريه في سيناء، شكل اخر لسيناء غير اللي احنا اتعودنا عليه خلال السنين اللي فاتت. احنا اشتغلنا خلال ال7-8 سنين اللي فاتوا بشكل كبير قوي، مش المهم التكاليف، المهم النتائج. عشان احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلت ان سينا 60,000 كيلو، يعني مساحة المعمور من مصر دلوقتي. احنا عايشين على كل من اول اسوان لغاية اسكندرية على حوالي 60-70,000 كيلو. فسينا لما نبذل فيها جهد ونشتغل على ان احنا نعمل فيها مشروعات تنمية حقيقية ده امر مستحق زي ما قلت مرة قبل كده. واحنا بنتكلم كتير في النقطة ديت ويمكن كلامنا بيتعرض برضه بواسطة وسائل الإعلام، لكن محدش حاسه، مش الناس مش حاساه وشايفاه بشكل كبير يعني، لأنه اتعمل على مدار ال7-8 سنين، وبالتالي كان كل حاجة بتتعمل بيتم تغطيتها مرة ثم، لكن الموضوع على بعضه كده لا، اللي بذل خلال يعني السنين اللي فاتت ضخم جدا، والأرقام اللي أنفق عليه إنفاق كبير قوي. لكن تاني بقول لينا احتفال هنا على أرض سينا في المكان اللي الدم المصري، كل الدم المصري سواء كان من أبناء القوات المسلحة أو الشرطة أو حتى أجهزة الدولة أو أبناء مش عايز أقول أبناء سينا، أنا قلت الكلام ده ما ينفعش يتقال تاني، حتى من أبناء شعب مصر اللي في سينا خلاص
الكلام ده المبنية اللي احتفل بيه يبقى احتفال يليق بالتضحية، لأن هو تفتكروا أن القتال اللي تم ده كان قتال يقل عن أي قتال قامت به مصر خلال معارك سابقة. يعني احنا بنحتفل بأكتوبر صدقوني اللي اتعمل في الحرب دي ما يقلش أبدا عن أكتوبر صدقوني، وأنا مش بقول كده عشان نعظم اللي احنا عملناه، أنا ما عملناش حاجة، اللي عمل كده أبناء مصر المواطنين الأسر اللي قدمت أولادها، في من ضباط وصف وجنود جيش وشرطة وحتى من أبناء سينا اللي موجودين نفس الكلام. عايز أقول في الآخر اللي عمل ده مش إحنا، ده دم أبنائنا أبناء مصر. فإن شاء الله نحتفل بده، وأنا بأكد التزامي وعهدي مع أهلينا اللي موجودين هنا على إن إحنا هنقوم ونبذل ونشتغل أكتر وأكتر في مشروعات تعود بالخير على الناس كلها هنا. أمر مختلف خالص عن السنين اللي فاتت، وإحنا شغالين وهنشتغل أكتر، بنعمل وهنعمل أكتر، بنتحرك وهنتحرك أكتر، في إنفاق من الدولة وهيبقى في إنفاق أكتر، لأن ده أمر زي ما قلت كده مطلوب إن إحنا نشتغل عليه. كمان تلاحمنا مع بعضنا، أنا بكلم هنا مواطنينا في سيناء سواء في الشمال أو في الجنوب أو في الوسط، طبعا إحنا تلاحمنا يزيد عن كده، وتلاحمنا مع أجهزة الدولة، وأنا هنا مش عايز أقول الجيش أو الشرطة، أنا بتكلم على كل أجهزة الدولة اللي موجودة، التلاحم يزيد، وده دور نعمله بشكل مشترك. يعني إحنا القيادات بتاعة الجيش وقيادات الشرطة مع قيادات شيوخ القبائل، وإحنا عارفين الأعراف ديت، والأعراف دي إحنا بنقدرها وبندعمها وهندعمها أكتر، لأن ده كان أمر كان مهم جدا جدا. وأنا أفتكر إن كان دايما اللقاءات مع شيوخ القبائل كان دايما ليها تأثير إيجابي جدا في حاجات كتير، حتى لو كانت مشاكل أحيانا بتبقى صعبة، لكن كان شيوخ القبائل من خلال أعرافهم والقيم والعادات بتاعتهم اللي إحنا هنشجعها وبنشجعها أكتر. تاني؟ بنشجعها وهنشجعها أكتر. ده أمر إحنا زي ما بقول، أنا كنت في يوم من الأيام مسؤول في المخابرات الحربية، وكنت بلتقي مع شيوخ القبائل، وحتى أثناء يعني وجودي كوزير للدفاع كنت بلتقي معهم واتكلم، وفي مشاكل نحلها وفي موضوعات رايحة جاية بينا، وده أمر طبيعي. فأنا بقول تاني إن إحنا قوة ومكانة شيوخ القبائل إحنا بندعمها وبنعززها وهندعمها وهنعززها أكتر. صحيح مش بس هنا، حتى في كل يعني في الغربية هنعمل كده، وفي الجنوبية هنعمل كده، في دور بيقوم بيه دلوقتي يعني في هذا المجال، لكن احنا انا بأكده ان احنا كدولة هنأكد ونرسخ، ومش هقول نستعيد لان الدور موجود، لكن هنعززه اكتر من كده. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وانا سعيد ان انا موجود معاكم وبطمنكم على حالنا، يعني الحمد لله رب العالمين. ايوه في ازمه اقتصاديه كبيره جدا بتمر بالعالم وليها تاثير كبير علينا، مفيش كلام، لكن بالرغم من كده احنا الحمد لله رب العالمين متماسكين وهنتجاوزها. انا كنت يمكن لما في الكمين او نقطه الشلاء لما كلمت معاهم شليل ولا الشلاء؟ ها؟ شليل. فلما كلمت معاهم بقول لهم اوعى تفتكروا الازمه دي لا، ان شاء الله هنعبرها زي ما عبرنا كتير، وزي ما كنا بنقول قبل كده الازمه اللي هتبقى تاريخ وبقى التاريخ زي الازمه الكبيره بتاعت مكافحه الارهاب هنا، برضو ان شاء الله الازمه الاقتصاديه دي احنا بنشتغل وبنجتهد، وربنا سبحانه وتعالى مطالع علينا اكيد هيكلل جهودنا بالنجاح. مفيش مشكله ملهاش حل غير ان احنا نبقى مستعدين نبذل مجهود اكتر بشكل علمي وبشكل مدروس،
ومستعدين ايضا نضحي من اجل الحلول بتاعتنا. فانا عايز اكد لكم ان احنا الحمد لله الامور يعني رغم كل الظروف الصعبه ديت ورغم ان الموضوع احنا كنا بنتمنى انه ينتهي الازمه يعني الازمه الروسيه ديت تنتهي في فتره خلال السنه اللي فاتت، لكن الموضوع امتد لاكثر من سنه ويمكن يمتد اكثر من كده كمان، لكن بطمنكم ان احنا ان شاء الله ماشيين في يعني بنستوعب وبننتص الضغط بتاع الازمه ديت وربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا فيه. انا مره ثانيه سعيد بلقائكم وسعيد ايضا بمجموعه الابطال اللي انا كررتهم النهارده، لكن احنا هيبقى لينا في الاحتفال اللي بقول عليه ده شكل اخر وتكريم اخر يليق باللي اتعمل خلال العشر سنين اللي فاتوا. هفكر اهالينا هنا واقول لهم ان احنا انا كنت من الناس وانا قلت الكلام ده قبل كده من الناس اللي كان مطلع قبل الاحداث دي ما تحصل في 2010 و2009 و2008 على الاوضاع اللي كانت موجوده هنا، وبقول ان احنا علينا دور مشترك مش كأجهزة الدوله فقط ولكن ايضا عشان كده قلت ان شيوخ القبائل احنا بنعزز دورهم ومكانتهم اكتر، لان ده اللي يقدر يخلينا نقول ان الكلام ده ما يتكررش مره تاني، لان هو اتكرر لما الايدين يعني ما بقتش بالقوه والعادات والتقاليد اللي كانت راسخه وكان موجوده يعني اتاثرت شويه، لان احنا مش هنسمح مره تانية ابدا ان الكلام اللي كان موجود ده يتكرر تاني، ان حد هيقدر يرفع السلاح هنا خارج سلطان الدولة. ده مش هيحصل تاني، لان احنا لما الكلام ده تم التخاذل معاه في 2005 و6 و7 لغاية 10 احنا اللي دفعنا، احنا المصريين كلنا سواء اللي موجودين هنا في سيناء او اللي الجيش والشرطة وشعب مصر بالكامل، لن يكون مرة تانية سماح لأي مخلوق يرفع سلاح تاني ويترك هنا او في اي حتة في مصر، لان الثمن اللي دفع ثمن كبير قوي، الثمن اللي دفع في الحرب دي ثمن كبير قوي، الدم اللي سال هنا والارواح اللي سقطت عشان نستعيد مكانة سينا ثمن كبير. وبالتالي انا بقول الكلام ده والكلام ده هيطلع في التلفزيون، الدولة في دولة ولا ما فيش دولة؟ دولة يعني لها سلطان ولها قدرة، لأنها الدولة دي بنت يعني هي امتداد للدولة، امتداد للشعب، والشعب هو اللي بيحكم البلد، وبالتالي ما فيش حد تاني ممكن يقبل أو يقبل إن يبقى في سلاح يترفع مرة تانية أو يبقى في حاجة خارج السلطان. ده هيتم مجابته في أي حتة في مصر بشدة كبيرة، بشدة كبيرة. أي حد هيرفع السلاح في وجه الدولة مرة تانية هيتم مجابته بمنتهى البطش. أنا بكلمكم بصراحة عشان كل الناس تسمع الكلام ده. في دولة ودولة دي ليها سلطان، والسلطان بتاعها ممتد على أرضها بالكامل، وبالتالي ما فيش سلاح يترفع إلا سلاح الدولة، وسلاح الدولة موجه ضد الأشرار مش ضد الأخيار. أنا بس حبيت أقول الكلمة ديت عشان تبقى الأمور واضحة لينا كلنا، لأن إحنا اللي دفعناه كتير ومش هيتكرر تاني، ولن يسمح لمخلوق يبقى معاه سلاح في البلد غير الدولة. كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله ربنا دايما يحفظ مصر ويحفظكم ويعيننا على كل خير، وكل سنة وأنتم طيبين. شكرا جزيلا. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الارتكازات الأمنية بشرق القناة، والتقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.
وفي تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بوجوده وسط أبنائه من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق القناة على أرض سيناء الغالية، وشعوره بالفخر بكفاءاتهم واستعدادهم القتالي العالي. السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. يا فندم لازم موال محمد حلمي عبد الغني اللي هو 116 23. تمام يا فندم. القائد الكمين. تمام يا فندم. سلام طيبين. تمام يا فندم. تمام يا فندم. وكيل مقاتل بس المجد عبد العزيز من قوه اللي هو 116 فرقه 23 الجيش الثالث الميداني. تمام يا فندم. تسليع الشخص بندقيه علي. تمام يا فندم. عاد فرق في المعهد اللي بصفة ده اللي بصفة ده سنة وثمان شهور يا فندم. سنة وثمان شهور. تنزل اجازة كلها قد ايه؟ كل 16 يوم يا فندم. تنزل قد ايه؟ بنزل 8 ايام سيادة. 16 و8؟ تمام سيادة. انا كنت في النقطة زي دي من وانا صغير كده في سنك كده، كنت بعد 40 يوم بنزل 5 ايام. اقعد كام يوم؟ 40 يوم سيادة. وانزل كام يوم؟ 5 ايام. اه وكان في عربيات بتتحرك ولا كان في طرق ولا كان في اي حاجه. متجوز؟ لا يا فندم لسه على وش خطوب. على وش خطوب؟ هتخطب يعني؟ هخطب سيادتك. ان شاء الله. عندك شقه ولا لا؟ تمام سيادتك يا فندم. عندك شقه فين؟ في البساتين سيادتك. ده في الجيش ولا؟ تمام سيادتك. بتدفع كام قسطاش شهري؟ بدفع 800 جنيه سيادتك. كتير ولا كويس؟ حلو يا فندم. لا صحيح. حلو والله. طيب. حضرتك طيب يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك ايه؟ تمام يا فندم. جندي مقاتل شاو جمعه الشاحن القوات اللي هو 116 فرقه 23 سلاح الشخصي كازبر ربيجي اير 40 مل. تمام يا فندم. طيب انت منين؟ شبر الخيمه يا فندم. شبر الخيمه. بقالك قد ايه في الجيش؟ سنتين يا فندم. فاضل لك قد ايه؟ خلاص؟ 10 شهور يا فندم. 3 سنين؟ 3 سنين يا فندم. 3 سنين؟ شغال ايه؟ شغال مع والدي في السنه 10 سنين. بس عادي مستغرب. طب بتعرف تكتب ولا مفيش خالص؟ بقرا واكتب يعني على قد مش اللي هو اول ان هو بمسك تليفون بعرف اتعامل على التليفون. عايز تقرا تكتب؟ مش قوي يا فندم الحمد لله. طيب مين هنا من زمالك بيحاول يساعدك؟ كتير يا فندم زمالك كتير زحمة. وبعدين؟ اهو الحمد لله اتحسنت احسن من الاول بكتير. بتعمل كام في اليوم مع والدك؟ والدي بيديني 120 مثلا 150 في اليوم. ما تتكسفش بس لازم نقرا ونكتب كويس. ايه ده يا فندم؟ وال10 اشهر دول؟ باسل فندم الراجل ده مسؤوليتك انت؟ اكيد طبعا يا فندم. فين محمد؟ فندم محمد الراجل ده لازم ياخد شهاده قبل ما يطلع في ال10 اشهر. اكيد يا فندم. شكلك نبيه يا ولد، شكلك نبيه. انت قاعد هنا بتقعد كام يوم؟ الوقت ده ما تضيعش ساعة منك انك تتعلم فيها وتاخد شهادة. لازم اشهد. ده رمز سيادتك يا فندم. لا ده رمز سيادتك ايه؟ انا حصل عليه. عجيب محمد انا بتكلم بجد. هجيبك معاه ومش هيخرج. مش كده؟ مش عايز حاجة؟ ربنا يخليك يا فندم. اسمك ايه؟ تمام يا فندم. جندي مقاتل ابو سعود النمر احمد فراج على قوة اللي هو 116 فرقة 23 مشاة ميكانيكي تسليح تغذي بنطية عليه. تمام يا فندم. منين يا نمر؟ من سواج يا فندم. نسبة سواج من الصايدين او الصعيد. تسلم يا فندم. بالك قد ايه؟ اديني سنة وشهرين يا فندم. فاضلك قد ايه؟ 10 شهور يا فندم. سنتين يعني؟ سنتين يا فندم. معاك ايه دبلوم؟ ثانوية يا فندم. طيب مش عايز حاجة؟ سلامتك يا فندم. تمام يا فندم. جندي مقاتل بطل اسلام سريع يا فندم باللي هو 116 فرقه 23 ساعه الشخص بالدنيا عليا. منين يا اسلام؟ من الشرقيه يا فندم. شغال ايه؟ شغال في فرن يا فندم. بتعمل كام في اليوم؟ 150 جنيه في اليوم يا فندم. متجوز؟ متجوز يا فندم. معاك تعليم ايه؟ دبلوم تجاره يا فندم. دبلوم تجاره. عايش مع والدك؟ اه يا فندم. والدك بيشتغل ايه؟ شغال يا فندم فلاح يا فندم. عندك ارض؟ اه يا فندم. كام فدان؟ فدانين يا فندم. تشتغلش معاه؟ بشتغل معاه فندم برضه فندم. كده وكده يعني؟ اه. عندك كام اخوات؟
اخينا فندم بس انا واخويا بس فندم. انتوا اثنين بس؟ اه فندم. ما شاء الله. اخوك اكبر منك ولا اصغر؟ لا انا اللي اكبر فندم. اكبر منه قد ايه؟ اكبر منه بثلاث سنين يا فندم. هو في التعليم ولا؟ تمام يا فندم لسه في التعليم. كويس، مش عايز حاجه؟ شكرا يا فندم. صحيح. شكرا يا فندم. السلام عليكم. يا فندم جندي مقاتل كولونوس منصور جالس على قوة اللي هو 116 مشاة ميكانيك، فرقة 23 مشاة ميكانيك، الجيش الثلاثي الميدان، التسليح الشخصي والبندقية ليه؟ في حد بيدخن يا ولاد؟ حد بيدخن؟ أبو سعود. لا يا فندم. بتدخن؟ لا يا فندم. صحيح. والله ما بيدخن يا فندم. عايز أصدقك. أبو سعود. يا فندم. بتدخن؟ لا والله يا فندم. تعالى كولونوس جنبي هنا، تعالوا جنبي وحاولين مني يا ولاد. تعالى إيه؟ تعالى. تعالوا قرب المجموعه دي. تعالى. اول ما اتخرجت من الكليه جيت هنا عشت فيها دي احلى ايام. عايز اقول لكم كلكم اوعوا تفتكروا ان الازمه دي هتفضل كده. شوفوا افتكروا كويس قوي من 10 سنين مش كده؟ 10 سنين كان كله بيقول لك امتى الارهاب يخلص؟ امتى ايه؟ الارهاب يخلص. الارهاب خلص ولا بخلص؟ خلص يا فندم. بمين؟ بينا يا فندم. بيكم انتوا. وبرده الازمه اللي احنا فيها دي هتخلص بمين؟ بينا يا فندم. بيكم. وزي ما انا قلت كده بفضل الله سبحانه وتعالى ان هيجي يوم وهيبقى الموضوع ده تاريخ، انا بقول لكم الازمه دي قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى هتبقى تاريخ برضه. حتى الدولار الناس كلها بيقول لك ده بفضل الله سبحانه وتعالى وجهودكم هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ تاريخ. تاريخ هيبقى ايه؟ تاريخ. بس لازم نعرق ونشعر قبل ما نخلص المسائل دي. زي ما خلصنا الارهاب وخلصنا حاجات ثانيه كتير. ده يخلص بفضل الله سبحانه وتعالى. الهدف كله اللي انا عايز اقوله لكم انتوا مع بعضكم هنا ومعاكم ضابط محمد ومعاكم باسل يبقى في موضوعات تتكلموا فيها مع بعض، موضوعات مهمة تعرفوا لو في أزمة الأزمة دي ليه؟ والأزمة دي ممكن تتحل إزاي؟ لو في حد من زمايلنا عنده مشكلة نساعده إزاي؟ زي طبعاً أوعى تزعل يا شوقي. تمام يا فندم. زي مثلاً أخونا شوقي كده نبقى إحنا قاعدين هنا ومعانا أخونا ونسيبه؟ ها؟ يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. يا فندم. مش عايزين حاجه؟ شكرا يا فندم. اخبار رمضان بتاكلوا كويس؟ تمام يا فندم. صحيح. تمام يا فندم. انا سعيد ان انا شفتكم. احنا اسعد والله. كل سنه وانتم طيبين. يا فندم. خلي بالكم من نفسكم. تمام يا فندم. لازم برضه نبقى منتبهين. اوعوا تضيعوا وقت غير في تبني جسمك، تبني عقلك، تفهم، تدرب كويس طول ما انت قاعد كده عشان تخرج من هنا. يبقى انا لما اقعد لي سنتين استفدت ولا ما استفدتش؟ استفدت يا فندم. طيب هقول لكم على حاجه، عايز ساعتين خدمه، الخدمه دول تدريب، لما يجي حد انا صحي له قوي، لكن اقف كده بس ده مش كويس. والكلام ده انا كنت قلته وانا وزير عشان ابني رجال مقاتلين اشداء. من ضمن البناء بناء الجسم، بناء عقله. ابناء ايه؟ عقله. عقله. نتكلم كلام مفيد مع بعضنا، ما نخافش من حد ابدا. ما نخافش يا اولاد من حد يا فندم. طبعا. ما انا هتقاتل ازاي؟ زي ما قاتلته قبل كده. كل سنه وانتم طيبين. تمام يا فندم. متشكرين. نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان من عام 1973 ميلادية، وذلك بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف. وألقى اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي
أكد فيها أن هذه الذكرى ستظل في حياة المصريين مبعث اعتزاز وفخر بأبنائهم من رجال القوات المسلحة، حيث تجلت أعظمة هذا اليوم في ترابط شعب مصر مع قواته المسلحة لتحقيق أعظم انتصار للأمة في تاريخها الحديث. أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت. جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري نظيره السوري فيصل المقداد في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات. في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، استقبل وزير الخارجية سامح شكري بمقر الوزارة الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، حيث عقد الجانبان لقاء ثنائي مغلق عقبه جلسة محادثات موسعة. الهدف من هذه الزيارة هي استمرار الاتصالات بدأناها منذ 21 في إطار استكشاف مجالات التعاون الثنائية وكيفية تطويرها، وأيضا التناول للقضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا. كانت لقائي وزيارتي الأخيرة لسوريا اتصالا بالزلزال أتاحت لي الفرصة لاستمرار هذا التشاور، و حظيت بشرف لقاء فخامة الرئيس الأسد، وتأتي هذه الزيارة في تواصل القائم فيما بيننا لدعم العلاقات الثنائية وأيضا تناول التحديات الإقليمية وكيفية مواجهتها. العديد من الموضوعات والملفات تم التطرق لها بين الجانبين المصري والسوري، في مقدمتها العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. كما تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السوري على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه، وقد جدد شكري في هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية. جهود حثيثة تقوم بها القاهرة لدعم الأشقاء من مختلف الدول العربية، وتأتي زيارة المقداد إلى القاهرة بعد زيارة قام بها وزير الخارجية سامح شكري إلى سوريا أواخر فبراير الماضي، لتعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات وتطوير التعاون المشترك في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وسوريا. من مقر وزارة الخارجية أمل صبري، النيل. أصيب 5 جنود سوريين فجر اليوم جراء غارة جوية إسرائيلية قرب حمص بوسط سوريا بحسب وكالة الأنباء الرسمية سنة. وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية بأن مستشارا عسكريا للحرس الثوري الإيراني توفي متأثرا بجروحه بعد الهجوم الإسرائيلي، ويعد هذا ثالث عدوان إسرائيلي بسوريا في أكثر من 3 أيام بعد استهداف دمشق لليلتين متواليتين في 30 و31 مارس بغارات إسرائيلية. استنكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إخفاق الأمم المتحدة بعد تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر إبريل الجاري. كان وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا اعتبر في وقت سابق أن رئاسة روسيا لمجلس الأمن صفعة في وجه المجتمع الدولي. وأكدت موسكو أن وزير خارجيتها سيرجي لافروف سيقود وفدها إلى الأمم المتحدة هذا الشهر خلفا لموزمبيق. نهاية النشرة، وإليكم تذكرة بأبرز العناوين. بمناسبة ذكرى انتصارات 10 من رمضان، الرئيس السيسي يؤكد عزم الدولة لاستمرار في برامج تنمية سيناء. غارة إسرائيلية قرب حمص في ثالث عدوان على سوريا هذا الأسبوع.
أوكرانيا تعتبر رئاسة روسيا لمجلس الأمن صفعة في وجه المجتمع الدولي. تفاصيل أكثر على موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.